السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير. أكيد صباح الخير، صباح الخير. هنا أذن وصلت العرب وظهرت من المسايد والناس بخير وسهالة. شو أصبحتوا؟ كيف حالكم؟ وكيف أنتوا؟ عن طرفي أنا بخير وسهالة، وراقد هاي الرقد الفنان اللي ماشي شرب من اشتلت الطيارة طارت وقلعت من مطار هيثرو لين وصلت أبوي مطار العاصمة الحبيبة، وهي ركتن وحدة. نعم ختلة وحدة، لا شيء قبلها ولا شيء بعدها من الختلات، من الختلات الفنانة. انزين هذا أولا. ثانيا أبوي وصلت الصبح وعينت ابن الله خير ويهتهلي يلست ويا العيال، وعندك دون في الزراعة، والبارحة كان يوم اللا، وأول تربحة كان يوم اللا. نعم واليوم يوم اللي هي اليوم شيء سنابات وشيء سيرات وشيء ييات وشيء علوم تعرفون وعلوم ما تعرفونها. اللي تعرفون ترى ان صلاح ابوي البارحه ويا لس سولف بغت تسجيل سناب وسناب وسناب قلنا ابوي سنابات اليوم ماشي غير وشد انه ما طاع يقر وشد انه اشتل ابوي ولا طاع يجلس قلنا له سناب ماشي انزين وخلاف. تميت لا من كرسي لين كرسي وتيليغات وسوالف وعندك ودونك خطف علي اليوم ما دريت به، فرحان بزراعتي وفرحان ببيتي وفرحان بفريجي ويلست وعينت من الله خير طول النهار. المطار كانت أمورة تساهيل والطيارة تبارك الرحمن من أروع ما يكون 380 تمشي تحرها الزلال، تمشي تحرها الزلال لا حس ولا نس، لا حس ولا نس، تمشي وثقة الخطأ ابدا طائر الميمون. انزين وصلنا مطار العاصمه وخلق الله يميع طياير، والوقت واصلين ولنا شيء قدامنا اربع طياير من شرق ومن غرب ومن عندك ومن دونك، ما شيء بلاد ما بيجي منها طياير، والطياير كلها فل تنشل تنشل الطياير، وكانت الجوازات زحمه لكن ما شاء الله كان الامور كانت الامور طيبه وال الناس تمشي بسلاسة ولا شيء تأخير ولله الحمد. اللهم لك الحمد على كثافة المسافرين والناس بالسير والجاي، وبعد ما كان فيه زحمة يعني شيء زحمة لكن الزحمة السلسة اللي الناس تمشي، يعني الناس تمشي تحس أن السيد يدبي يدبي يعني يدبي دبوتا سريعة يعني مشي خطوة سريعة يعني، فلذلك ما كان فيه تكدس ولا كان فيه زحام حتى على السير، على السير وين الشناط ما كان شيء زحمة الحمد لله رب العالمين. سبب أني ما صورت اليوم اللي بسافر فيه واليوم اللي وصلت فيه بالعانية قاصد أني ما أصور، لأجل أني بغيت أفضل عمري أتفيق العمري أطالع شو باخذ شو ما باخذ، سرت ويت ما أخذت تدنات الدون. آخر يوم أخذت لي شير خفيف خفيف من سلفرج، ما اخذت شيء، وحلاوه ابو حلاوه الكباتة يا ابوكم بتتفتك بتتفتك، حق شو اسيد امزر الدنيا لمشاري، اللي يشتري اللي ياخذ شيء بيحتاي له بيستعمله، بس اللي قيس ما تاخذ وتجسيم وتفرير حق شو؟ والناس ابوي ما حد ما يحب الصوغه، ما حد ما يحب العطيه، يا غير انا مالي بارض مالي بارض. انا هداي ابوي اسولف ويا العرب برمس واضحك وفرحان بالعرب والعرب فرحان تبي على مثل ما شفتوا من كل دار، من كل دار ما شي دار الا ولقط حد ابوي من المتابعين وموجود قدامي في لندن، فرحت بشوف وانبسطت وغادي رقبتي رقبه زرافه الله وكيلكم، وين تحاكى انا منو يرم يرمسني منو يروم يرمسني وانا عندي هالكم الهائل من العرب من الاناس والفرح اللي فرحانين بي وانا فرحان بهم، كم يسوى ضحكة الاطفال الكبار والصغار الحمد لله يروح نعمة ما لها اول من تالي. يقولوا والله الحين ودرناها لان الناس كلها تسير لها حين، ليش الغالين تبونها محتكرة على فئة معينة من الناس؟ الاول ابوي الناس ما يرون يسيرون من قل الهست من قل الحاصل ما عندهم شيء، شو بيسوون؟ اللي يد قاصره ما يصير، واللي بتعلق ويا العرب وبيصير وياهم العرب كم بيشلون؟ بيشلون نفر نفرين ثلاثه، ما حد بيشل اكثر عن ثلاثة واربع انفار الا المعول، الا المعول يعني هيشلون اكثر عن ثلاثة واربع انفار وياهم المعول، يرومون
وما تنقز إلا السمين، ولا بعيب ولا بمنقود. هي يا غير أول الناس جليل اللي عندها الدخل، الحين اللهم لك الحمد الرواتب تعدلت والدخل زين والحالة الاجتماعية جيدة، عندهم العقار اللي ورث من أهله، واللي عنده دخل من بناي ومن فلة ومن معاش ومن راتب، والناس اجتهدت ودرست فعلى الدخل، زاد الدخل عند الناس. من يزيد الدخل ومن الادمي الله يرهي عليه، أرهى على هالبلاد وأرهى على عياله، وسفر بناته وأولاده وحريمه وخواته، ويعطون خواتهم يسافرون يتشرقون ويتشرب ويسوون الشوبينج. هذا ترى كله موجود، كله موجود. الإخوان البارين بخواتهم، الإخوان اللي يساعدون خواتهم، الإخوان اللي يساعدون حريم عيالهم ويساعدون خواتهم ويرهون عليهم باللي الله عاطن، ما بين الله أرزقني والله أعطاني، ما أعطي خواتي ما أعطي خوتي، لا والله كل هالعرب وبيلي هناك ما شاء الله حيدك تقول ما عندك، لا بشيرك أخوي أعطاني، ختي أعطتني، أمي أعطتني، أبوي أعطاني، عمي خالي، إن نحن عوائل متكاتفة، نحن عوائل، هذا منا يحلف برأس الثاني، نحن عوائل كلها واحد. ما أقول نحن، أطري شعب دولة الإمارات كامل، هذا منهم يسمونه التكافل الأسري، ما بالتكافل الأسري بس من الدولة هي راعية التكافل الأسري، لا حتى رحماء بعضهم ما بعض. هذا شعب الإمارات من استوت الدنيا، اللي ما عنده يعطي اللي عنده، واللي ما عنده يصير ياخذ من اللي عنده، لا في معاير، لا منية، لا عندك لا إليك، لا همك الله لا هم يحزنون. من استوت الدنيا من يوم نحن يهال، من يوم نحن يهال، تلقط عرس العشيري أشد وأسوى عن عرس الشيخ. نعم أسبوع كامل، أسبوع كامل عرس العشيري، أسبوع كامل من الثلاثة والأربعة والخميس، ويسوون الضي ويسوون المكسار ويسوون الزهاب، وكله هو إنسان ما عنده شيء، ما يملك شيء من حطام الدنيا إلا يود الله سبحانه وتعالى، يود الليواد. تلقط من يقول ينقع صايح إنه بيعرس، كل نبوي ساد له بيده وريوله. هذا التكافل الاجتماعي موجود من استوت الدنيا، من أمس واليوم من استوت الدنيا، كلن يعطي وكلن يصرف وكلن يجسم وكلن يعزم وكلن يتصدق وكلن يرهي على ياره ويرهي على الصاحب والصديق ويرهي على أهل بيته، من عامل من بشكار من 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 من, من العمالة المساعدة عندك في البيت، كان دريول ولا خدامة واللي يكون، والله يا أبوك ما حد يقصر، كل هالعرب اللي فيه خير، اللي الله جاعل في قلوبهم الرحمة. ناهيك عن اللي الله ما بجاعل في قلوبهم الرحمة، ترى رب العالمين خالج جنة ونار، الرحوم الله بيرحمه، وهذاك يا أبوك اللي بيرحم لجل شوفوني أنا شو سويت شو ما سويت، ما تروم أبوي تقص على العرب، تروم تقص أبوي، غبيت عليهم، غبيت عليهم على الله، ما شي غبي على الله، الله سبحانه وتعالى هو كاشف ومطلع على كل كبير وصغيره المراد. بس عاد عليكم وبنرمس خلاف، بس لا عندي رمس حين ولا شيء، بس اصلا هاي جرعه الصباح، روحي متولح عليكم تحروني، نعم اني متولح عليكم بوي، كثر رمر ليوه وكثر رمر للعين. نعم شفتوها هاك لطعوس الكواويد والنكاكيد، متولح عليكم اكثر عن رملهن، الله سبحانه وتعالى الشاهد المراد. نرمس خلاف، يلا بس عاد عليكم. وهذا من الصديق الحبيب ولدنا العزيز محمد السويدي من هالبطين، الحمد لله على السلامة، نورت شوها، الحمد لله على السلامة، نورت دارك، منور أبوي بهلها ومن سكن فيها بالعرب كلها، أعتقد هاي يسمونها هبسلة ولا باغة، لا يسمونها اسم هاي جي من غير جي وقافية، فنانة واللون البنكي يعيني من محمد السويدي. شكرا جزيلا يا ابو جاسم، شكرا شكرا من جمهورية البطين المجاورة. يلا يومكم جميل، وان شاء الله بيكون نهاركم اجمل واحلى من كل الايام. يلا good morning madam. Will you drink the juice? Sure. Moringa juice. You speak English? Yes. What do you say? Do you want the moringa juice? Yes.
مورينجا ديلي تاف تو بي بيكوز اي ثوت يو تيك ا بريك تيك ا بريك 16 دايز ان لندن ناو وين اي كم ذا سيم بروجرام مورينجا اند بغدونس شبت وات ار يو بوتينج ذير ليمون كسبرة سينامون لايك بيفور ثانك يو. هذه ام الحنايا ودواركا سافرت عند اهلها بتيلس تقريبا بتيلس تقريبا شهر ونص تولى هنا عليها كانت تبون الصدق والله فقير شال البيت فوق راسها وتمت عاد هي الحين وهاي بعفين البركه ما شاء الله ما يقصر وبس والتحرانيه مسوي اوف عن المورينجا قلت لا لا سوي اوف ولا عندي خبر اوف 16 يوم وانا محد بس حينها حينها غايته مورينجا وسامانا اللي ظاهرين عليه يلا وصل ابوي عصير المورينجا يا سلام سلم اكيد ما بيا سلام سلم يعني شو يا سلام سلم لا بيا سلام سلم ولا عنده خبر مورينجا وبغدونس وكسبره ولومي وسمونه مورينجا وبغدونس وكسبره وجرف نعيمه وشوف اكلكم امور 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 لكن اكل طالع شمس عاده شد حاطين وصفته موجوده على على الانستغرام موجوده على اليوتيوب مسمين شراب شراب العافي كان سميناه نسيت والله شو سميته زينها اقليص يلا هالشي ابوكم كم بغى شيء وده شيء لا حول ولا قوه صباحكم الخير والنور والسرور صباحكم الصباحي الورد والملاحي صباحكم صباحين صباحا يطرد الفقر وصباحا يوفينا من صباحا يطرد الفقر صباحا يوفي الدين صبحك الله بالخير يا الفيفاية صبحك الله بالخير يا المبروكة صبحك الله بالخير يا الكريم صبحك الله بالخير يا ليودية صبحك الله بالخير يا الزينة ما شاء الله تبارك الرحمن هاي دارنا قيض وشته هي الدار المبروكة اللي الله مبارك في أرضها قيض وشتة كلها عطاء وخير وبركة وفضل من الله سبحانه وتعالى يا غير الحنبة يقولكم أبو سامحوني أنا ما في على الغل ولا في على الورق ولا في على العذاب ولا في على الغربال بتصبرون علي لين أبوي من ينفصخ شهر واحد أول اثنين نص اثنين فالكم طيب أخذوا 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 الورق والغل يوم ورا يوم بازم اغلل لكم ورق لين يوم الورق مره ما عندي مشكله هاي الهمباء قالت لكن الا وحده منهن هذه قالت فالك طيب يا ابو محمد ما بخليك تتم السفر وانا قرعه تلحه ملحه ويزقروني قرعوا قرعوهم مديك حاله ريلك ما يبغيك لا ما بخليك تتي من كسر خاطرك تشوفن كلهن خواتي كلهن خواتي ما وحده منهن غلى ورق جديد الا انا 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 لي ودي انا الكريم انا السخيه انا اللي اعطي ليل بنهار قيض وشتاء خد مني ورق يا غير بتجدم عن خواتي كلهن بتجدم عليهن كلهن وفارق طيبه ولهن فقيره غلط اللي كم من ورقه الحمد لله جزاها الله خير والباقي ابوي بعد الحين يبتدي ورق الورق يغل الهنبه والحمضيات يغل من الحينه يغل بورق وثمر ثمر وورق زهر وورق الحين عاده من شهر اثنين اولي اخره كل وحده وحسب شجاعته كل وحده وحسب ما اكرمته يظهر ابوي الورد الزهر ويظهر الغل شيء عاد بالحمضيات يجدم اللي انت مكرمنه وسامدن الشيره اللي محصله كرامه وحشيمه واسمده ورش وعباله اللهم لك الحمد بتكرمك مدامك اكرمته هي بتكرمك الشيره وكانك ابوي عزمت له تقايس بالبندوقه تقايس عليها بالقفه وشوي وربيه وانتين وشرخيه شرات رعيه البيت يوم بتعطيها بهانسن فيها خير بتمير لك البيت مما لذ وطاب بتيمتد
تكسر بيتك من كل فضل من الله سبحانه وتعالى. يوم تبي تعطيها بهانس المعاش ابوي بتلفه وبتلعبه شرق وغرب، ما بيتم شيء لها، بتعطيها بهانس، وين بتكرم الضيف، وين بتسوي شيء، ما بترم تسوي شيء، راعية البيت تسوي شيء، قال انفخ يا شريم، قال ما احنا برطم، يوم ماشي برطم وين بيشرخ، وين بينفخ شريم حليله، ما يروم يوم ينفخ، ينفخ يوم شيء برطم، يوم ما شيء برطم وين بينفخ شريم. وكرمها راعية البيت، بتكرمك وبتكرم الضيف وبتكرم السائر والياي، انت محد بتطاول الذبيح روحها كان من العزبه ولا من شبره ولا من عند اللي عندهم عزب، والحمد لله دنيا ريخه يا اخي. لازم انك انت ترهي على هالبيتك مثل ما تبي ترهي على شيرك، ويغدي بخير نخلك يغدي زين كل شيء يغدي عدل عدل وفنان. لازم ترهي عليهم، ترهي على الشيره، ترهي دابشة، ما بتسمن الدابشة وما بتعتدل إلا إن زرت لها بطنها. يقولون والله نحن دبشنا ضعاف ومتلاوجات، هين متلاوجات مهلكينهن، وين ما تبونهن يتلاوقن، تغادي متلاوجة الدابشة يلدها بوي في ظهرها، مرة متلاص ضلوعين عدن، شو السبب؟ ما شي كرامة، ما بمكرمينهن، أطعموهن بيغادي حالهن بخير وسهال، مرة ما عليهن قاصر. الله يسلمكم البجير الأول، البجير اللي تنطعم أبوي البقرة الفخارة، واللي تنعطى أبوي الجت، واللي تنعطى العومة والسح، تغدي يغدي درها مصلاح في صلح دسم، يغدي دسم ها، ويغدي ولدها ولد شهرين تحرى أول ست شهور يفز ينقز، لو بتمطل شعرة من عليها طز الدم مسير يومين، شو السبب؟ لأنه مكروم ومحشوم، أما مكرومة محصلها اللبن جاي ودرب اللبن الزين فتكرم ولدها ولا عيلتها، عيلها ولا عيلها، هي والله ترى مسكم رمسة واقعية، أنا ما عندي وحده هنتين كاش عق النغل على أبوه ما شيء سلو تعال، والله شو تحرون؟ لازم أبوي الدنيا عطني وعطيك متجدم الحسنات يستوفي اليمايل، ما يبالك في مجال العمل، في مجال العمل الوظيفي إذا كان الموظف غير مجتهد يبشر بعثرته، ما بيحصل ربعه كلهم بيرقونهم وهو بيازم مكان كسر، وإذا كان الموظف مجتهد هو اللي بيصير قدام وبيحصل مراتب العليا وبيرقونه بيتقوى راتبه وبيازم قالط عند معازيبه وعند مدراه، هذا إذا أنه شو؟ إذا أنه مجتهد، وفي حال أنه نعم ها في مجال العمل الوظيفي، وفي مجال الله يحفظكم الدراسي، إذا أن الطالب يدرس ومجتهد بيحصل العلامات العالية وبيحصل أبوي القبول في جميع الجامعات، كل بيتضاربون عليه ضرابه، ما بيرس يترشى زيد ولا عبيد، سير طالع لي حد رمسوا حد يودوني بعثه، ورمسوا حد يبوني من بعثه، وطالعوا لي حد، ويازم اللبو يتدين ويتحين والعائلة تدين تتحين، يكدون عليه اللي عسب طالعوا له جامعة تقبله، ما بتقبل الجامعة يطرشون لادمي اللي يجيب علامات تفوق، هب اللادمي اللي مكانك سر علاماته على الحافة، هذا ما بيعطون شيء، بيا له العثرة والدثرة، شجعوا عيزة وهم ينفخون في راسه ويقرون له في ذنيه صبح ومساء، وهو لا همك الله ولا بهام منه، عيزه وهلف من يوم هو صغير، يوم هو صغير وهم يلغنون ويدرسون ويدهوس ولا شيء فايدة. ترى حتى الريل والمول اصلا على الريل والمتجال على الريل، راعي البيت رب الاسره، اذا ما بيحصل لحرمه تلاطفه متعدله ومزينه ولابس الهندام الفنان والكسوه النظيفه الريح الخنينه، وين بيجاب لها الريل؟ الريل وين بيشاهد وحده بيحتى من هجه طباخ ونفاخ وصواط وحريج وشغله طويله عريضه، ولا الحرمه فقيره؟ حتى الحرمه وين بتشاهد الريل اللي يبوكم يضوي من عزبته ولا من عند رباعته؟ يا من الصناعي ريحته آيل ولا من العزبة ريحته بعر وخياس؟ منو بيشاهده هذا؟ وقراد يدبي على علبة يا لوح الجبد، منو بيشاهده؟ لا والله بيتيه ردي ابوي عند الهوش، قول وين ياي؟ رد رد، هاي لاك حريمك، هاي لاك ربيعاتك انت.
هاي لا كربيعاتك بات عندهم وين ياي وين ياي رد نحن نباك باك الحرمة تبى الريل يومهم متعدل وفنان وريح تخنينة ما تبى يظهر من البيت معدلتنا مروحتنا مدخنتنا ورابعة ورا لين باب سيارته بالمدخن الدخنة وتعدل يوم بيجي ولن منهج لا ويبقى يطيح عدال الحرمته الله لو أنا منش لرفسه رفسه بتعب ريلي هالخلا سربات وين ياي هناك ضوء عندهن ياييني منهج بقرادك وما فضل عنك قبضي له لوح ميسي على طول ظهره خلي يرد وين يا بي بخياسة حين أبوك ترى حين تتشره ما ثويتي لي وما تعدلتي لي وما زينتي تعدلت لك فقيرة وزينت ودازة بالحيل كله ما بمخلي شيء ما بمسوت شانوط انت بعد ما بمخلي شيء ما بمسوت يوم بتي يوم بعدي كان صاف الليالي ضويت بخياسك وما فضل عنك عين أبوه يا ويه استح بس عاد عليكم عمبرو يا عمبرو عمبرو يا عمبرو توني يا توني توني مرحبا يا مرحبا بالبيان وبالغبا مرحبا مرحبتين مطرقة وشلابين مرحبا توني يا توني توني يا توني هلا أوه يا سلام سلم كرهتي المكروهة كرهتي المكروهة توني يا توني توني يا توني قد ريال عاد قد ريال روح شغلة طايعات يتفاهمن نسيت أخبركم شو التطورات اللي استوت هذا كله جديد هب جديد جديد قديم مجدد الكراسي بوي جابت لهن بوي مشاير وقصتن خلطتن شي على طول شبر واربع أصابع وسوت ويوهداد وسوت هالمكان كلها اللي تشوفون أم محمد هي وعمالها في البيت ما خلوا شيء ما سووا سووا هالكوار بعود هالمكان الفنها بلاد شل 40 آدمي طيب مشكور ها سوت لنا بعد ها هذا عن البرد هذا 8 ملي طربار فنان دور مدار الخيمة هناك هاك الكرسي مالي هذا مالي هذا ممنوع حد يجلس عليه والله شيء زين وفنان ورقم واحد رقم واحد ولا شيء شرعات شوف شو اليوم شو بسرعة عادة ايوه لوبيا اوكي هذا شو عادة بسرعة يا سلام يا سلام يا سلام حافظ له على خمير يا سلام سلم هذا الخمير فنان الترف يلا لحفي لحفي حد لحفي ثانك يو بالحناية دوارك وين In Kenya. I know, but when she is coming? On 4th February. Okay, thank you. يا مرحبا يا مرحبا يا مرحبا أبو أحمد. يا good morning. Good. وين حبيتي؟ لازم هناك تحب الحكومة قبل؟ هي لا أول. قم عاد قم. تب. إنت ذي من ذي كل ذي. صباح الخير. وين حبة من الكبار thank you أولي صلاح بخير أنت تسعد أوي بتريق قبل تريق زي خلاف القرينتي يا ربي أشو راوي راسك زي ما يخوز أقوي بخير الحمد لله الحمد لله يا رئيس إيرس هناك يستريق بتقهوى قبل شو رايك خيمة الحلوة جديدة؟ زين أول شفتها بالكسكس أول ما يدعني شو؟ وش يدعني؟ لا كراسي ما بنبدلها صلاة لا أول القديم القديم ومنين ما بتجد حبيبي هن قصروهن وصبغوهن يا كذب عليك هذا مسود الوجه ليش تكذب عليك؟ لا صلاح هذا هو هن الأوليات أول هن الأوليات اللي كان صبغوهن وعدلوهن استوهم فنانات أنا لا والله فكرة مانين. زينة وحلوة طبعا المكان مكبرة غداء وهالربل دور ما دار عن البرد وشوف كل شيء والله فنانها وايد فنان حاب بسطة اثنين بساطين هاي مبزل شرات البساط وهو ما ببساط اي ترحى ها شامبي سلام عليك وين شو اخبار زراعة زين تستاهل
وما كنا هذا ما نشوف. لا لا ما حد يشوف حالهم ما لحفين هالعين هاي. أقول لك تريكت أنت لو بعتك. إيوه ما بس هذا خالبي هذا ولا. صغيرونه. إيه. ما عليه حتى بيحطوا لك ريو. ما باجي طباب باجي. باجي اليوم الشباب. إن شاء الله حبيبي اللي تعمل. طباب باجي خبوا البيت. إن شاء الله حبيبي إن شاء الله. كل شيء موجود 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 الكباب موجود اللوبيا كل شيء موجود. سلام بابا. سلام بابا. خليل. خليل دوب. فلفل. فلفل. عمر واحد. How about Thameen? Is he jannan or not? Yes, he jannan. السلام عليكم. كيف حالك؟ شو هذا؟ كنا نزور بتجينا. From for who this? So two name. ها؟ إبراهيم توفيق. إبراهيم توفيق my brother. This is الخالدي. From where? دبي. الجابر بتيجي. From الجابر؟ Yeah. وانت الحين يجي من دبي؟ عربي. You are coming from Dubai? Yeah, Dubai. When كنت sent this? Who's your أرباب؟ أحمد جابر. أحمد جابر؟ Yeah. زين شكرا. Thank you. شكرا. حفظكن. الله يحفظكم يا إياه. تبوي هدايا من عند تحيدوا لي صورت وياه اللي في موجود وياه في اللي جيت عدال شو اسمه فندق جميرة فندق جميرة اللي في لندن بالشالات هذا هو بالشالات مطرش أبوي إهداء الأخ خالد الخالدي وحق إبراهيم طرت لنا نظارات والله غاويات شكلهم بعد جزاه الله خير ما قصر مشكور 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 يا بالشالات ما بحيين والله يعني عبارة يعني حي وحي ومسابيح يعني شوفوا حفيزنا شوفوا نظاراتنا وترانا نحن أولنا هدية يعني مبدعاية ترى يا خالد هاي مبدعاية هدية من بالشالات بنرويكم عاد شو بطرش بالشالات أولنا يعني مبدعاية على أساس هاي نظارة قبض خلف قبض شوي افتح هذا هي هاي نظارة انتي من عندهم هاي نعيمونة نمنم عباتي صغيرونة علي ليش ما البسها ما صلح تبي نظارة والله لزينة وفنانة يحافظ علي ما الله ما كني لابس نظارة هاي وحدة وين الثاني بسرعة بطها خلاص خير الله يصب لي عيني ملكي ملكي إيه حافظ الله علي حتى ضروس بيضان تأثير النظار على ضروس شقيقي خلف how are you الله يحييك السلام عليكم الحمد لله على السلامة الله يسلمك شقيقنا الأصغر هذا آخر العنقود سكر معقود كان عقد وايد عادة وايد أبطأ خذ انضوي صلاح منو ترمس ماشي شو أول حصن قديم لا يسمع مسجات قديمة كيف حالك شقيقي الله يحييك أهلين 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 الله يخليك صالح وين بخشيش عاد أعطيته بخشيش عليكم السلام صابر اسمك محمد صبور أنت حين بدل مال هريس سافر عما شافته أنت حين شو يريد كم نمونة أكل يعرف يسوي كل الشغل مال أنت هالثلاثين أسبوع مدام يقول نمبر وين شغل مال أنت كل زين رقم واحد بس زين الحمد لله اليوم شو بتبي تسوي شو صار يقول ما أدري بك على هواك تحب ما أدري سوي أي شيء سوي أي شيء سوي تيست لين حينه يلا بارك الله فيك تعرف هذا نفر منو هذا منو هذا نيم ما يعرفش نيمك؟ يلا شو صلاح؟ يقول لك اسمه صلاح نيم ما هو صبور يقول
اسمه محمد صبور، وانت شو اسمك؟ سمعت؟ لا اسمك الكامل شو؟ ما اسمعك. صلاح الخالدي، سمعته؟ يلا شكرا. شو قال لك؟ دسوقي. شو شيفك ما بشيفت محسن؟ شيفت دسوقي. سلوقي. صلاح محسن وايد يتكلم؟ لا هذا ها شوف صلاح ها هدية ها هذا شوف داخل بس رواوين بعد لازم تروض صلاح ها 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 ثمين عطر زين يلا حطه في قرطاسك بعد ثاني لا ثاني حق خلف انا ابو عينك طايرة على الثاني لا ساعة وين لا ساعة تخبر يلا بنيب لك ساعة سهل يلا حين حين بعد بعد طليبات لازم هات طليبات هكذا بياب لك ساعة الريال الحساني وين وين ساعة الحساني بيت. اللي من العين بيت. وين وديته دلوقتي. صندوق سوى عندك وين الدب في الدرج شو الفايدة الو رب الو تكلم صح انجليزي يقول هاو ار يو تقول له هلو هلو ها اتكلم ها سبيكر منو صلاح انجليزي انجليزي ايه رغم الدكتور هذا؟ إيه؟ انت من الصبح حاشر الدكتور تدقدق له فقير؟ اوه ما اعرف هذا كلام. الو ها؟ شو الكاسين؟ تقول تتكلم انجليزي؟ قول الو. زين خير خير. انت كلامي ليش عربيك؟ سلاح بابا سلاح. عربي. 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 قول انجليزي، يو سبيك انجليش؟ انجليزي انت؟ ما الله اكو واحد يتكلم عربي هذا عربي قول الو شو السلام عليكم يا حبايب يا بابا قاعد كيف حالك يا اخوي يا اخوي انا معك محمد عثمان انا اكلم فرست ابو ظبي بنك بنك الاول ايه بن سؤال نمبر 120 هديه 200000 درهم ما شاء الله مبروك 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 200000 هديه مبروك قول لي لي قول مبروك قول شكرا شكرا يا اخوي انا دحين ترى فلوس بنك حساب بنك باي باي قول لك كم رقم الحساب ما اعرف اساله ما اعرف قول لك كم رقم الحساب حساب حساب من اي بنك حساب ما اعرف قول لك كم بطرش كم فلوس انت صلاح يقول لك ربحت 200000 صلاح صلاح يقول لك ربحت تراك 200000 مش عايزنا نعرف صلاح 200000 درهم ربحان ربح 200000 كاش كثير انت صلاح يلا مع السلامة العصر ما بتينا؟ لا بدري اول انزين ما يصير عندكم بدري تعالنا المغرب ايوه صدق ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله يلا يك العافية ابو احمد يك العافية كلنا خدامك هالبرمة الريال منا والحرمة كلنا خدامك هالبرمة ريال منا والحرمة مش عايز بلا عشان ازازة البكفال مش عايز يبقى هاني بس هيك عامل كده يلا مع السلامة يا صلاح يحفظكم كرت الاعتبار للتذكير للتذكير هذا كرت الاعتبار خالد هذا كرت الاعتبار هذا كرتم للتذكير باكر بيع رسم عرس عتيبات بعتيبات زفاف احمد بن محمد بن عبد الله العتيبه على كريمه سعاده المحامي المستشار عتيبه بن خلف العتيبه المعرس حاصل على شهاده البزنس باللندن
والعروس يوم يقول لك محامي بنت محامي، محامي بنت محامي، الابو محامي مستشار محامي، والبنت ما شاء الله دخلت سلك المحاماة محامي، يعني الزواج المتكافئ والمتكامل مثل ما قلنا لكم قبل. يلا الله يهنيهم وعرسهم الله يحفظكم. باكر الساعة 4 العصر يوم الثلاثاء تاريخ 8/1/2009 في نادي ضباط القوات المسلمة. نص ساعة ندور موقف أبويا، نص ساعة منوري حق محسن نوك حق الخير سلام صباح الفل الأمر ده أبو بالساعة أبوي حول نص ساعة ندور موقف، نص ساعة ولا القطنة. أظني حد مخابرنهم أن العرب أن اللي بيوجف في مستشفى خليفة في الباركن بيعطون بيزات ولا شيات، اللي بيباركن كان لحاي ولا ما لحاي، آلاف السيارات كلها أبوي صافات بلاي شغل ولا ما ظنيها عندهم شغل، لو عندهم شغل أبوي ما يوحى الكثير آلاف يمكن هم يهد ما يليش في العقل ماشي ولا باركنج فاضي. حصنا حواصة من متى من متى من متى ساعتين ونحن ندور حطاط وطاط. وين متفارجين؟ وين؟ تحت بناية مشتوم في دبي في لندن. دبي العين ولا في لندن؟ في لندن. زي وين تلاقينا؟ مستشفى خليل. شوف سبحان الله الدنيا علوم طيبة. جاي أنا وين؟ والله نسلم نشوف عمي محمد بن سيف الدويسي أبو مرزوق أبو هلال. إيه عمي اللي هو عمك أنت يا خليفة بن سالم. السلام عليكم. يا ربي بيك أبوي مغدك حقتي مستوغد حنمونة بلي تشيز بعد. الأخ العزيز عبد الله بن مايد مدير معرض الكتاب، كيف حالك؟ الله يحييك. كيف أنت؟ خير الله يسلمك. رحنا بشوفك في هالمكان المميز، المكان الغاوي. الاسم يلم إلا الناس الفنانين. الله يسلمك. مثلك شرواك. الله يسلمك. إيش حالك الله يحفظك؟ خير الله يحفظك. حق نظهر الشيء اللي ورا الصف الغاوي، يعني الشيء اللي فيه ألوان وايد جميلة. إي ما شاء الله. زين. حياك الله. الله يسلمك. شو معرضكم كان السنة؟ إن شاء الله السنة الجاية بيكون طبعاً تاريخ 24/4 الهند ضيف الشرف. ما شاء الله. طبعاً معرض متميز كبير في عدن. وإن شاء الله نتمنى وجودكم في كل سنة. إن شاء الله. نتمنى الجمهورية تعرف الضبي، تعرف القراءة وتشجع القراءة، وهذا أمر مهم للمجتمع. وتطوير الإنسان بالقراءة والمعرفة على أمر يعني نسعى له بشأن الدولة له بشكل عام. الحمد لله. الله يسلمك. الله يبارك العافية. الله يسلمك. شكرا شكرا جزيلا. شكرا مرحبا. مرحبا. انت ليش ودرت الجمعه حين بعدني على امرك؟ ما اشوفك بعد الجمعه من زايد. انا حين من شهر ما صرت الجمعه. يلا ان شاء الله. كنت يا ابوك ساير اخر الدنيا، لا صراط واكل، وحين بنجر شهر كامل لا تمرين واكل مره كل حلاوه ناكلها ان شاء الله. زين انا احمد العبولي من اخوك الصغير من خور فكان من منطقه البديخ حذاء خور فكان. صغير؟ صغير. وانت هالكبر؟ انا وين اكبر عني؟ انا 93 مواليدي. 93 سبحان الله. 93 بين وبين 3 سنين. انا 90. انت اكبر عن 3 سنين؟ 3. الله يعطيك العافيه والصحه ان شاء الله. يا مرحبا بالسلام. انت قلت لي اخوك صغير زي اختي خليت اصغر عني بواي. اصغر عنك والله. اصغر عني 3 سنين. كنت 2003 ما ادري شو تغير. الحمد لله الامور طيبه. الحمد لله. يعطيك العافيه. كنت مستوي 2003. شو خلاك تسوي 2009؟ لا عقب تغيرت 2000 وتغيرت الجينات وصرت 93. سبحان الله ما شاء الله. يا مرحبا يا الغالي. كيف الخاطر شيخ؟ الله يحفظك. وصلت حاجه؟ يلا بالسلامه. صورت ولا؟ صورت خلاص. يلا. يعطيك العافيه. يلا سلام. شو بالك معه؟ شو مشكلة؟ هذا خلينا نصير هذا شربة. ايه. ليش؟ شيك. انت ما في شيك. انت كيف في زيادة؟ انت كيف في زيادة مثل؟ هذا ضعيف. لا جاي مليان يا خلاص. لا. جاي تلاقي. انت الحين ستة شربة دي الدبة. انت ليش ما خلاني اسوي رياضة؟ انا كبر رياضة. هو ما يريد هذا رياضة هني على تلجليز. والنادي.
ثلاثه اللي بيمشي كل يوم قد كذا. لا هو ما بيمشي. ها زين وحين شو بتسوي؟ زين علم اسوي اوتي. ايوه بعدين انت كبر هذا اوتي كندوره. هو ما في زي غرفه. انا ما في اوتي كندوره ما هو. بس حق انت واحمد. هذا مشكله. حق عليك القلبيات. هذا البروكلي وهاي شوربة الزهرة. هذا غدائي وسمك مشواي ويا سلطة إن شاء الله. أبو صالونة لحم، لحم ويا خضرة. حتى مستغرب من يأينهم اللحم. سألهم قالوا نحن ما ندري. وهذا عيش عادة ما أدري شو. وهذا عيش أبيض شويون حقي. وأدفري هذا. وهاي بشمل. هذا كله عادي لين الحين كله عادي. هذه عادة. هذه بوي شيخة مأدبتنا. هذه الغالي المبروكة. هذه بوي اسمها سبيدي اللي عليها رضوانا من الله. هذا الرأس. ترى الرأس كله لحم. ها كله لحم. لحم ريج الرأس. هذه سبيدي. سبيدي الكويت اللي ماشي شراته في الدنيا البودة. هل الكويت مكبرها ماشي شراتهم في الدنيا؟ هم روحهم مميزين. وين زبيديهم؟ هذا عاد الله يحفظكم الحين بهرابيكم. هذا يجلون شعروفه. هذا عاد وين؟ وين البطن؟ هذا وين السنام؟ هذا الله يحفظكم ترى ما ينعق. ليش شي في هذا؟ وهذا بعد نفس الشيء ما ينعق من شيء. هذا ما ينعق. يا وين اللي بيعك شيء منه؟ يا غير مستوى عادي. رسمتها هاي مشواي هب مقلاي تحرون قلة. لا مشواي مشواي. ها طيح ضيح بتول 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 بتول. ها طيح يقول عظم روح يفتش. عظم روح يفتش عن عن اللحم. ايوه ايوه الكنز 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 الكنز. هذا هو الكنز. شفتوا الكنز؟ هذا هو الكنز. هذا هو الكنز. يا سلام سلم. اسميني ما شارك في حد. هذا ما شارك في حد ابدا. ولا صحة الانسان كان في زراعه في ماكل في زراعه في في امور الدنيا كلها اخبركم عنه. هذا الله يحفظكم. اليوم عندي شيء يفكك من لك 600 عوق. يفكك من لك 600 عوق عن البغيض عن الحمى عن المساك عن كل ما هو فيه فايدة في الدنيا. العود جسميا هذا يغسل لك بطنك غسال اليهد ودي وديتين أول ما تستعمله لمدة ساعة. ما يخليك الطورج لكن يخلي عندك تحكم لكن ينظف البطن. يغدي بطنك أبدا. طاسة صين طاسة صين شفاف يغدي بطنك. يفكك من الرياح يفكك من الأعواق يفكك من الجراثيم من الغازات من كل عوق يعد ويذكر. 99 عوق 99 من الأعواق رب بحيل الله أن تفتكون منه. هذا مورينجا خاشوق عودة شويونة شبت شويونة بغدون كسبرة شويونة بغدونس خاشوقة جرفة خاشوقة لومي. هذا لومي روم لومي فريش عاد هاتش معصورة حين خاشوقة. وهذا خاشوقة هذا اللي تشوفونه كله. يلا نحط أبوي عباس على دباس في الخلاطة هذه. أيوة كل هذه الحب ضربة نحط عليه شوية ماء الحينه لين يصير يتجانس ينخلط مرة. نحن حتى قلاصنا نسمو. ما شاء الله علي. يلا يلا كوكلي كوكلي. المهم هذا ينسطع الصبح على الريج لا قبل شيء ولا بعد شيء على الأقل لمدة ربع ساعة ولا 20 دقيقة. شو قوامه؟ شرات الماء شرات الماء. أهم شيء في المكونات الجرف والنعيم وزيت الزيتون. الجرف النعيم
زيت الزيتون خاشوكتين زيت زيتون بكر وايد ضروري على الريج صباح الله خير من الفجر نص ساعة وعشرين دقيقة كل ما كثر الوقت زاد الوقت يكون أخير وعقب تشرب ماء كثر ما تروم يغسل لك بطنك كل أسبوع مش أقل عن 3 مرات أنت والخير 4 صح من استعمل أسبوعيا 5 مرات هذا 5 مرات كل يوم على كل طالع شمس كل طالع شمس أسطع لي كوب هذا كل طالع شمس رقم 1 يخلي البطن لاصج في الظهر وصحي وزين وينظف لك بطن الحمد لله على السلامة اليوم ترى ما شيء اسمه بكره الأحد بالفلسطين آخر تصوير في تشنتي يا لندن في مطار هيثرو ترمينال 3 هذا مدعاي اليوم على فواله فوالتي قبل اسميك يا الخالدي خسرتنا خذنا كل النمونات مال ثمين هذا أنا وياها يعني كبري طولي هيا الله يحفظكم عاد ما أدري شو تتسمى بالإنجليزي أو بالعربي ما لها اسم هاي سأحدها الأول يسمونها فازة أو ما أدري ما لها اسم هاي اللي تشوفونها يا يبوي من هالمحل هذا المحل مكتوب عليها ويلكم باك شيء مميز وجميل وفنان وما شيء كبره بلاد من كبرها يعني شكلها انيق خيال افتحها هي. يا لنقفط ليه زي بكين اخلص كبرك تتراه داي انت ايه نفس اللي فوق ويلكم باك ورا ما شيء هذا لا بالغلط هذا عنوانهم اسمهم هذا يا ابوك يباله شرح تفصيلي بلاد قبض عاد هناك قبض افتح القراطيس بسرعة هياي ابوي صندوق ابوي يسمونه مندوز هذا الله يحفظكم مثل ما تشوفون صندوق بلنيوم حد يسميه المنيم وحد يسميه مندوز وحد ها بالاول كان احتياجات الناس تحتاج حق ضم الأوراق المهمة مثل بروة بيت صك أوراق ورقة الملكة شيء من هالقبيل مال أراضي أو أنه ينحط في مجوهرات منصوق وما شابه ذلك حاليا أبويا إنها الصندوق المندوز المنيم ممزور يميع العسل جايلنا من عند يعني الله يحفظها ويطول بعمرها الصغيرة بنت ربيع بن أحمد بن خدي القبيسي هذا اللي تشوفونه صغيرة يعلى الله يحفظها ويبارك فيها بنت ربيع بن أحمد بن خلف بن خدي بنت عم الوالدة عوشة بنت سعيد بن أحمد بن خلف بن خدي القبيسي والصغيرة بنت ربيع بن أحمد بن خلف بن خدي القبيسي هذا حين بقول لك أنا حين أخبركم عن الأنساب ليش السبب تواصل العروق يعني بنت عم الوالدة مش بنت عمي أنا بنت عم الوالدة ويوصل وصلهم لين البيت جاي من 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 دار لين ديرة يوم يقول لك اللي يبي يدل اللي يبي يلجمك يدل ثمك جاي من آخر مكان إلى يعني من أول الدنيا إلى آخر الدنيا من أول أبو ظبي إلى آخر أبو ظبي هم بيتهم في عين الماء نص أبو ظبي
ونحن بيتنا في طرف ابو ظبي مدينه محمد بن زايد. فيوم يبي الانسان يوصلك وين ما تكون ولا يغلبه، ما حد يغلبه شيء، مثل ما قلت لكم لي يبي يلجمك يدلثمك. مشكوره مشكوره مشكوره، ما قصرتي ما قصرتي يا بنت ربيع، يعلى الله يحفظك ويطول بعمرك وندب اجلك. مشكوره على هالعطيه الفنانه وهالهديه الزينه وهالشيء المميز اللي اكيد انه مميز شراتك انت. المهم العيون غبر وملح، فين شو اسوي؟ من اول يا كابتن محسن ايه؟ نويك؟ قول راشد. راشد ها؟ راشد ايه؟ راشد ايه؟ راشد يلا شلكم بوني متعايز والله يلجم متعايز ولا لي بارد والله قويت عمري غصب زور يعني مال ضراب يعني أول بادي والله يتكلم لغة غريبة وعجيبة فبخل خاطري كان يكلمني توع مواطن أمي بلمي ولا حرف غلط ولا ربع حرف فجأة نقطع أرطم السلام عليك. السلام ورحمة الله، كيف حالك؟ كيف انت؟ ياك الله. شو هاي الرمشه اللي توك ترمس؟ فارسي. فارسي ولا افغاني؟ فارسي ترى مثل الفارسي، فارسي نفس الايران والافغانستان ترى نفس اللغه. لا لكن اللهجه مش فارسي اللي انا عارفه يعني. اللهجه بس شوي مختلف. ما شاء الله عليك، انت من هالوين؟ من ابو ظبي. لا صدق والله. الاصل افغاني. الاصل افغاني، كيف يعني؟ مولد الامارات. وكيف تعلمت يعني ولا حرف غلط؟ وين تشتغل؟ عندي وصف صناعيه. على هالاساس ربعك كلهم شباب؟ الحمد لله. اي ومكتسب اللهجه منهم؟ الحمد لله. ما شاء الله عليك. الله يحفظك. كيف قدرت تتاقلم مع الشباب ولدرجه انك انت اخذت لهجه ما يخصها بلهجتك يعني ابدا؟ والله الشباب البر بحر وسباقات محمل اللي تبغى في خاطرك روح. سبحان الله، بر وبحر. بر وبحر. ومقناص. لا مقناص ما رحت. ها وين؟ بس بر وبحر وصيد. ما شاء الله ما شاء الله. شفت ليش نحن يسمونا السنة هاي سنة التسامح؟ سنة التسامح لأن متسايرين شبابنا وبحرينا وبناتنا ما عندهم تفرقة بين هذا شو جنس وشو عرق، فلذلك يقدر معاملتك وياهم تحس كأنك منك وفينا. منه وفينا صح. مبسوط ولا لا؟ الحمد لله. نعم حي والحمد لله. والله مرحبا بك وسهلا. حياك الله. أنت لو ما كنت جيد ما مستحيل انك تتأقلم مع الناس كلها، لكن انت جيد. الله يوفقك ويحفظك ويسر امورك. شو اسمك انت؟ حامد. ونعم بك حامد. نعم حامد. اسمك اسم مواطنين. الله يحفظك. ابوك شو اسمه؟ ابوي اسمه ثلج. مولد الدين. الحمد لله نعمه. الحمد لله. اوكي حبيبي الله يسر امورك. الله يحفظك. على هالاساس اقول لك وين ما تصير تلقط اي انسان يعيش في هالبلاد يكتسب الطيبه حتى لو جاي من بلاد الواق يعيش على هالدار يكتسب من جينات